وقفة تضامنية في رابطة المحاربين القدامى باللاذقية، استنكارا وإدانة لقرار ترامب حول الجولان السوري المحتل، مؤكدين انتماءهم للوطن وتضامنهم مع أهالي الجولان الصامدين والمتمسكين بأرضهم وترابهم السوري. التقدمية في الوطن العربي وخاصة العروبية منها لا يمكن أن تسمح لهذا الرئيس أن يستمر في حماقته وأن يستمر في صلفه، والأراضي التي يهديها الآخرين لها شعبها ولها كرامتها ولها قدسيتها. إن الجولان للأجيال العربية السورية وليست لجيل واحد، سيأتي جيل ويستطيع أن يعيد الجولان كاملة إلى سوريا، ونحن اليوم في خضم معركة طويلة ضحينا بأبنائنا وأطياننا وكل شيء من أجل السيادة الوطنية والكرامة الوطنية من أجل سوريا. الأرض لن نتنازل عنها، ونحن فداء الجولان، ونحن الضباط المحاربين القدماء مستعدين للتضحية الآن وفي كل وقت في سبيل إعادة الجولان. هذا القرار انتهاك للقانون الدولي والأمم المتحدة، هلا افتضحت، يعني صار قرار ذات قطب واحد، ولا بالشعارات بترد الجولان، ولا بترد بالتعليم وبالإعداد وإعداد جيل وإعداد كامل، ولكن ترامب أعطى أرض مو إله لغيره. أكد المحاربون القدامى أن قرار ترامب لا يزيد ولا ينقص من حق السوريين على أرضهم، وإنما يعزز صورته المهيمنة في نظر الرأي العام العالمي.